مثل الله. وميخا كتب في فترة كان بيكتب فيها أشعياء. ومين كمان؟ ومين؟ أشعياء ومين؟ لا ارجعوا بقى للفيديوهات وذاكروا كويس، ذاكروا حلو، ده احنا كل مرة بنقولها في أول كل ما. طيب أشعياء ويشوع بس آخر مرة. آخر مرة هنحفظ، عشان أما ببقى عارف الفترة الزمنية بلاقي إن في نبوات، زي مثلا ما قلنا إن في نبوة اتقالت في أشعياء واتكررت تاني في يشوع، فمعنى كده إن الأنبياء بينقلوا من بعض، في ميخا قصدي، فهل معنى كده الأنبياء بينقلوا من بعض ولا إن كلمة ربنا ثابتة وزي ما اتقالت لأشعياء اتقالت كمان لميخا؟ ربنا بيأكد كلامه وبيثبت كلامه بكل صورة من الصور، وإحنا بنقول له كده أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجلي أنا المريض. يعني كلام النبوات ده مش عشان شعب إسرائيل، ما خلاص شعب إسرائيل القديم أو اللي كتب في أيامه النبوة خلاص يعني مش موجود دلوقتي، لكن كلمة الرب حية وفعالة. يعني كلمة ربنا ما ماتتش مع الشعب اللي مات، لكن لسه حية وفعالة وبتشتغل فينا وبترشدنا إلى كل الحق. وبيقولوا عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت الذي إذا انتبهتم إليها ينفجر كوكب الصبح في قلوبكم. يعني كلمة النبوة اللي بتتقال قدامنا النهاردة دي تخلي نور المسيح ينور في قلوبنا، ترشدنا إلى كل الحق، تعرفنا طرق الله، تعرفنا أن ربنا من زمان زي ما كان ليه وعوده الحلوة كان برضو ليه وعيده، وده اللي اتقال عن طريق يقول لك لم تتركنا نحن ايضا الا الانقضاء بل تعهدتنا بايه؟ بانبيائك القدسين. تعهدنا بانبياء القدسين عشان يعلمونا ويفهمونا ويرشدونا ويحذرونا ويوروا لنا الطريق الذي ينبغي ان نسلك فيه عشان يكون لنا النجاه باسمه اذا ما عملنا بوصيته. بيقول وفي ذلك اليوم يقول الرب أجمع الظالعة. احنا قلنا ان ميخا كتب للشمالية ولا للجنوبية؟ للمملكة الشمالية ولا الجنوبية؟ للمملكتين. قلنا المملكة الشمالية طب فيها كم سبط؟ 10 أسباط. والمملكة الجنوبية 2. طيب المملكة الجنوبية كان عندهم عاصمتها أورشليم وكان فيها الهيكل وكان عندهم الصلوات وكده، بس رغم وجود الهيكل في وسطهم إلا أنهم مع مرور الوقت واختلاطهم بالأمم ابتدت تخش عندهم العبادات الوثنية. لكن الملوك اللي كانوا في المملكة الشمالية اللي هي عاصمتها السامرة كان من بدايتهم ماشيين في الشر، وعشان كده ربنا سمح ان تدخل المملكة الشمالية في سبي أشور بملك سنحريب، وبعد كده كمان حصل نفس الحكاية ووصلوا لحد ما دخلوا صهيون وأورشليم. وعشان ربنا ليس عنده محاباة، أي إنسان بيصنع الشر بيكون ليه محاكمة، طيب واللي بيصنع الخير بيكون ليه مكافأة. يقول لك مش هيضيع أجره، ولو كأس ماء بارد فقط لن يضيع أجره. يقول في ذلك اليوم يقول الرب أجمع الضالعة وأضم المطرودة والتي أضررت بها. يعني معنى كده أن ممكن ربنا يكون سمح بوجود ضرر أو بوجود تأديب معين. المطرودين أو المضروبين اللي نتيجة الخطية ربنا سمح أن هم يؤدبوا، برضو ربنا هيرجع يعمل ايه؟ يجمعهم. طب والضالعة قلنا اللي هي ايه؟ اللي بتعرج. اما بيكون انسان يقولك ده بيعرج بين الفرقتين، يعني ايه؟ لا هو ماشي في طريق ربنا باستقامة ولا ماشي في طريق العالم، يعني فاكر ان هو هيقدر يمشي ساعة لقلبك وساعة لربك، ولكن اللي بيمشي كده دايما ما بيرضيش ربنا، لان الله لا يرضى بالقلب المنقسم. أما بيبقى قلب منقسم، وحتى قال لنا كده أن كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، والقلب المنقسم برضو بيخرب. ليه؟ لأن إن كان الله هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل هو الله خلاص امشي وراه.
فلما بيبقى انسان ماشي في طريق ربنا المفروض ان هو ما يعرجش. طب اللي ايديه مرتعشه واللي ركبه مخلعه قلنا يطلب من الله، لان هو يعطي المعي قدره ولعظيم القوه يكسر شده، هو اللي يشدد الايدين المرتعشه والركب المخلعه. يجمع الضالعة ويضم المطرودة اللي طردت بسبب خطاياها والتي أضرت اللي تأدبت، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله، حتى إذا كانت مطرودة فهي برضو محبوبة. وأجعل الضالعة بقية، كلمة البقية دي احنا سمعناها كذا مرة، إن هيفضل في بقية زي ما كده وقف إليه يقول له رب ده قتلوا أنبياءك وبقيت أنا وحدي، قال له لا في بقية، البقية دول 700 لم يحنوا أرجلهم لإيه؟ لبعل. يعني ربنا بيجعل لنفسه في كل وقت وكل زمان شاهد. تبصوا تلاقوا في الوقت اللي احنا عمالين نقول ده احنا اصل القرن العشرين ده صعب، القرن الواحد وعشرين اصعب، كل وفي في كل وقت من الزمان يقول لك بس في سيرة القديس الفلاني اللي هو ما عاش بحسب الدنيا ولكن ما مشيش يعرج، ده مشي باستقامة، باستقامة قلب قدام ربنا كل ايامه، فاصبح قديس زي البابا كرولوس بيشفع فينا في السماء، اصبح انسان حلو زي طماف إيريني اللي كانت حتى وهي في ديرها صلواتها بتوصل للسماء. يبقى احنا النهاردة ربنا ادلنا أمثلة من القديسين وادلنا كمان الشهداء اللي سبقونا للسماء. بنقول لحد النهاردة كده احنا شايفين أبو سيفين بيشفع فينا، وعارفين ان ماري جرجس حوالينا، وعارفين ان الملاك ميخائيل بيصلي عننا، فنبقى بيقول كده اذ لنا هذه السحابه من الشهود مقدار هذه، فلنطرح عنا كل ثقل وخطيه. يعني طالما ان حوالينا ناس حلوين كتير جدا مليين السماء كده بيفكروا فينا وبيطلبوا عننا وسبقونا وبيقولوا لنا يلا خلصوا ايامكم بسرعه عشان تحصلونا وتتمتعوا بالمجد الابدي المعد ل، زي ما بيقولوا كده تعالوا رسوا الملك المعد لكم من قبل انشاء العالم، ده ربنا مع عدلكم مجد. فهجم على الضالعة بقية والمقصاة أمة قوية، طب ما هي أمة قوية، يملك الرب عليهم في جبل صهيون من الآن وإلى الأبد. بصوا الوعود قد إيه جميلة، يعني حتى إن كانت بتعرج هيبقى ليها بقية. هجمع اللي تعبانة واللي ما كانتش ماشية في طريق الحق هرجعها، طب هعمل ايه كمان؟ هملك عليهم. وهنا برضو خلوا بالكوا ان محدش ربنا بيملك عليه الا بإرادته، لان الله الذي خلق بدون إرادتك لا يخلصك او يملك عليك بدون إرادتك. ساعات الواحد يقول له طب يا رب ما انت خلقتني املك عليا، طيب ماشي هو يملك عليك بس إذا أنت سمحت أنه يملك عليك، لأن ربنا بيترك لكل إنسان حرية الإرادة. حتى لو حد بيحبك جدا وجي قعدك معاه بالعافية هتقول له يا أخي ده أنا مش عايز الحب ده، لكن ربنا ما بيفرضش نفسه على حد، ربنا يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. لكن في ناس هتقول له لا نريد ان هذا يملك علينا، زي المثل اللي قاله المسيح، وعشان كده ما يجي في ملكوته يقول اما هؤلاء العبيد الذين لم يريدوا ان املك عليهم ائتوا بهم واذبحوهم قدامي. ليه؟ لان دول رفضوا ان يملك المسيح على قلوبهم. لكن احنا بقى اتعلمنا من رب المجد نفسه ان احنا نصلي في كل صلاه ونقول له لياتي ملكوتك، احنا عايزينك ان انت تملك علينا. يعني ايه ربنا يملك عليه؟ يملك بس مش يملك النهارده وبكره نقول له لا ده يملك الى الابد. يعني خلاص ملكت قلبي فمش مش هيحب غيرك، ملكت على عيني مش هتبص ناحيه حد تاني غيرك، ملكت على كل اللي في ايديا فمش ممكن اتصرف في حاجه بطريقه ما ترضكش، ملكت على خطواتي فمش ممكن امشي في طريق يكون بيبعدني عنك.
وعشان كده اللي حاطط دايما قدامه ليأتي ملكوتك بيراجع قلبه كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، يقعد يفكر نفسه كده، هو الموضوع ده أنا سمحت لربنا إن هو يملك عليا، ولا أنا أخذت الملك ده وحبيت إن أنا إيه أتمتع بشوية؟ زي جه ولد يقول لي لأبوه كده، بص أنت كده كده هتموت، وأنا شايف إن عندك فلوس كتير، إديني النصيب اللي يخصني من الميراث. يعني إيه؟ قال له عايز أتمتع، أروح أخرج وأتفسح مع أصحابي. قال له طب خد، أنت عايز إيه؟ اللي عايزه أخده. وراح في كرة بعيدة بدد حياته بعيش مسرف، لأن اللي مش تعبان في الحاجة بيعمل إيه؟ عارفين كده easy come easy go، اللي هو يعني اللي جاي بالساهل يمشي بالساهل. طب وبعدين ضيع طهارة قلبه ونقوة نفسه وساب نفسه لأصحابه لحد ما صرفوه اللي وراه واللي قدامه، وبعد كده حب ان هو ياكل، قالوا له لا عشان تاكل لازم ايه تشتغل. طب اشتغل ايه وانا ليا سنين ما عملتش حاجه؟ قالوا له روح اشتغل مع الايه، ارعى خنازير، لدرجه انه ابتدى يشتهي ان ياكل الخرنوب الذي تاكله الخنازير. الخرنوب اللي احنا بياكلوه دلوقتي في المناسبات الشهيه، ده كان اكل الايه، الخنازير. طب وبعدين، بعدين ضيعت وقتك، ضيعت ممتلكاتك، ضيعت حياتك، وبدل ما تطلب من ابوك ان يكون تفضل قاعد في حضنه وتتمتع بخيره، طلبت خيره وقلت له ابعد انت عنه، وبالتالي اتذل لحد ما أما شعر بجوع وجاله الفكر كده يقول له كم من أجير عند أبي يفضل عنه الخبز وأنا هنا أهلك جوعا. طب هتعمل إيه؟ أقوم وأرجع لأبي وأقول له أخطيت، أملك علي مرة تانية. ده أنا مش هقول له أملك علي، اجعلني كأحد أجراءك. ولكن أما شافه أبوه من بعيد وهو لا يزل بعيدا، ركض أبوه وأخذه في حضنه وابتدى يقول الكلمة الشهيرة الحلوة، ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. ابنك بعد كل اللي عمله ده، احنا اللي لو حد عمل ربع اللي عمله ده هنقول له لا انت ابني ولا اعرفك، ولكن هو يقول لا، طالما ان جاني من يقبل الي لا اخرجه خارجا. طالما حب ان انا املك عليه مش ممكن ان انا اقفل الباب في وشه. هملك عليهم إلى الأبد في جبل صهيون. إحنا قلنا الجبل بيرمز للمسيح وصهيون ترمز للكنيسة، من الآن وإلى الأبد. طب يقدر حد عليهم المسيح في وسطهم؟ يقول لك لا، مش ممكن حد يقدر عليهم، لأن رب الإله في وسطهم قوي وقادر على كل شيء. وأنت يا برج القطيع أكما بنت صهيون، إليك يأتي ويجيء الحكم الأول ملك بنت أورشليم. كلمة برج القطيع دي معناها مجدل عدر، اللي هي معناها برج القطيع. دي مكان كان بيربى فيه الماشية، وهو عبارة عن برج كده بينظروا منه في رعاية الأغنام، بيهتموا إن هم يرعوا الأغنام، بس مش أي أغنام، ده كانت اللي بتربى المشية اللي بتربى، أو الأغنام اللي بتربى، الحملان اللي بتربى عشان يؤخذ منها للهيكل. وكان حتى الرعاة اللي بيرعوا في مجدل عدر دي، أو اللي هو برج القطيع، كانوا رعاة بيسموهم رعاة متبدين، زي ما قال كده عنهم لوقا في إنجيل لوقا في الإصحاح الثاني تقريبا. ففي مجدل عدر ده كان الرعاة دول يهتموا بالخرفان وبالحملان اللي تبقى جيدة جدا واللي هتقدم منها للهيكل،
وكانوا يدوا ليهم علامة، وكانوا هم حتى الرعاة دول ليهم وصفات معينة، وما كانوش يختلطوا بالدنيا، ما لهمش في متبدين، يعني عايشين في البادية، عايشين حياتهم كلها بعيدة، يهتموا بس بالخرفان دي اللي هتقدم في الهيكل عشان تذبح وتبقى، ودي كلها طبعا كانت رمز لمين؟ للمسيح. وعشان كده هي جنب قرية أو جنب بيت لحم، وبيت لحم دي اللي هي بيسموها بيت الخبز، وعشان كده احنا المكان اللي بيتعمل فيه القربان في الكنيسة نسميه ايه؟ بيت لحم، بيت الخبز، لأن المسيح لما جه ولد في بيت لحم، ففي بيت الخبز، وقال عن نفسه أنا هو الخبز الحي النازل من السماء. طيب كان الخرفان اللي تبقى سليمة وجيدة ودي هتقدم في الهيكل كان يدولها علامة ختم كده، والمسيح قال عن نفسه أن هذا الآب قد ختمه على مين؟ على أن هو الحمل الله الذي يحمل خطية العالم، ومين اللي ختمه؟ بختم الله الآب. وأصبح النهاردة هي دي الآية اللي اعتمد عليها أما جه هيرودس يسأل ساعة ما جولوا المجوس وبيقولوا له فين، أين يولد المسيح، طلعوا الآية من ميخا وقالوا له هيولد في الحتة الفلانية، بسبب أن هم متأكدين أن الحمل اللي هيجي هيجي من فين؟ من مجد العدر أو من حتة برج القطيع اللي هي تبعد 2 كيلو عن بيت لحم. طيب ويجي كمان ايه؟ أكما بنت صهيون، أكما دي يعني تلة صغيرة كده أو حتى ممكن يتحصن فيها الإنسان، بنت صهيون إليك يأتي، إليك يأتي، ويجيء الحكم الأول قبل ما تتفكك المملكة أو تنقسم المملكة لمملكة شمالية وجنوبية. كان في أيام داود وأيام سليمان كانت كلها ملك واحد، وكانت رعية واحدة لراعي واحد، حتى داود كان في بداية حياته وكان بيرعى الأغنام. وعشان كده هتبقى يجيء الحكم الأول بقى أن يجمعوا كلهم تحت حكم ملك واحد، ملك ملك بنت أورشليم. وهنا الحكم الأول اللي هو لمدينة القدس اللي كانت فيها بتحكم كل أسباط إسرائيل الاثنى عشر. الآن لماذا تصرخين صراخا؟ أليس فيك ملك؟ أم هلك مشيرك حتى أخذك وجعك الوالدة؟ صراخ اللي هم بيصرخوا فيه بيقول لهم طب إيه اللي بيخلوكم تصرخوا هذا الصراخ؟ لماذا تصرخون هذا الصراخ؟ هو ما فيش عندكم ملك؟ أم هلك مشيرك؟ حتة أليس فيك ملك، افتكروا كده أن الكنيسة حتى في صراخها بتطلب أن ربنا يفضل سبب. عشان كده بنقول عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن، بنقول له يا ملك السلام أعطينا سلامك، لأن هو سبب سلامنا، تأديب سلامنا عليه وبجراحات شفينا. أم هلك مشيرك حتى أخذك وجعك الوالدة؟ المرأة وهي تلد يقول لك كده تلوي، ادفعي يا بنت صهيون كالوالدة، لأنك الآن تخرجين من المدينة وتسكنين في البرية وتأتين إلى بابل، هناك تنقذين، هناك يفديك الرب من يد عداك. يعني الوقت اللي انتوا داخلين عليه ده في وقت صعب جدا، هتؤخذوا الى بابل، وبابل دي احنا عارفين كان في سبي ايه؟ سبي بابل، وكان ملك اشور محاصرهم ساعتها اللي هو سنحريب، فكانت بابل لسه ما ظهرتش لكن دي برضو نبوة ان بابل هتبقى قوية جدا، وبعد ما ملك اشور هيتحكم فيهم ويزبيهم هيرجعوا بعد كده كمان يزبون فين؟ في بابل. واحنا عارفين ان شعب اسرائيل تلوى كذا مرة بسبب عصيانه، وكان ده تأديب من ربنا ليهم.
يعني هو سابهم بسبب الخطية اللي عاشوا فيها، وان هم قدموا للأوثان وأجازوا أولادهم في النار وعملوا أعمال ما كانش ينفع ان هم يعملوها، ربنا سلمهم للتأديب. ولكن هذا التأديب كان بأول حاجة بإيد أشور، وبعدين بابل، وبعدين الفرس، وبعدين الإغريق أو اليونان، وبعد كده الرومان. بصوا كام تأديب، وهم في كل مرة بعد ما يصرخوا لربنا يرجعوا مرة تانية لطريق الشر. عشان كده بيقول لهم أما تكون واحدة قاربت على الولادة ممكن تتلوى، أما بيكون إنسان عنده وجع في الكلى بيتلوى من الألم. فحتة إن هم بيتلوى من الألم بتاع السبي، يقول لهم بس الألم ده عشان يخلصكم من النجاسة اللي كنتوا عايشين فيها، وعقابا عن الشر اللي كنتوا متمادين فيه، وعشان كده في الآخر يفديك الرب من يد أعدائك. يعني يبشرهم بالفداء رغم نجاسة سيرتهم، ورغم ضعف طبيعتهم، ورغم عندهم، ورغم كبريائهم ومعيشتهم كلهم بعيد عن ربنا، إلا إن هو برضو بيقول في الآخر يفديك الرب من يد أعدائك. والآن قد اجتمعت عليك أمم كثيرة الذين يقولون لتتدنس ولتتفرس عيوننا في صهيون، وهم لا يعرفون أفكار الرب ولا يفهمون قصده، إنه قد جمعهم كحزم إلى البيدر. الجزء ده يعني إيه؟ أول حاجة بيقول الآن قد اجتمعت عليك أمم كثيرة. زي ما قلت لكم في البداية أشور بالملك سنحريب، وبعد كده بابل، وبعد كده مادي وفارس، وبعد كده اليونان، وبعد كده الرومان، أمم كثيرة، وكلهم كانوا بيذلوا في اليهود ذل صعب جدا. اجتمعت عليك يقولون لتتدنس، يعني أما تتدنس ربنا يبعد عنها فنقدر إحنا كمان عليها. فاكرين أما جه ملك مؤاب طلب من بلعام، قال له اتنبأ على الشعب ده عشان أغلبه. كل ما يجي بالعام يلعن الشعب ربنا يعمل ايه؟ يبارك الشعب. كل ما يجي يقول كلمة تدين الشعب يجي ربنا يبقى. لدرجة ان عشان الاجرة اللي كان عايز ياخدها من ملك مؤاب اقترح عليه اقتراح شر جديد جدا، قال له بص لو تدنسوا ربنا هيفارقهم، ساعتها تقدر انت عليهم. وهو ده فعلا، اما بتيجي الخطيه تستعبد واحد وتبعد عنه معونه ونعمه ربنا، تبص تلاقي الشيطان يقدر عليه ويذل فيه. وهنا ده اللي حصل برضو حتى مع شمشون. فاكرين ايه اللي حصل مع شمشون؟ اما تدنس تساهل في ان هو يقول الندر بتاعه، واما تساهل في ان هو يقول الندر بتاعه اتقص شعره وجر الطحون وفقأت عينيه واستهزأوا بيه. يبقى هنا فكرة ان الفكرة الشيطانية بتاعت بلعام ان يقول له طلع البنات المؤابيات عشان اما الشعب يزني ويقع في خطايا كتير هيرفضوا، ربنا هيرفض الشعب ده، فما يرفض الشعب انت تقدر عليه. ربنا ممكن يصبر على الإنسان ولكنه لا يبرئ تبرئة. يعني إيه؟ الخطايا اللي الإنسان ما تبش عنها تبص تلاقي ممكن يكون بسببها بيأتي التأديب على أبناء المعصية. الآن قد اجتمعت عليك أمم كثيرة يكونون لتتدنس. طب وانتوا إيه اللي هيفرحكم في أنها تتفرس عيوننا في صهيون؟ يعني إيه؟ يعني نشوفهم كده ساقطين تحت الذل ومستعبدين. ايه ده؟ ايه الشر اللي فيكوا ده؟ ايه الشر اللي فيكوا ده؟ ليه تشمتوا بيهم بهذه الشماتة؟ ليه نفسكم ان هم يتدنسوا فربنا يبعد عنهم فيتذلوا؟ ايه اللي يفرحكم في كده؟ ربنا يبص من السماء يقول وهم لا يعرفون افكار الرب ولا يفهمون قصده. لان ربنا في الوقت ده كان قصده ان هو يأدبهم ويجلد كل ابن ايه يقبله. لأن ربنا ما كانش الهدف من إن هو يفنيهم، ولكن كان الهدف إن هو يحييهم.
كان الهدف ان هو يرجعهم لطريقه، كان الهدف ان يعرفهم ان في البعد عن ربنا مذلة ومهانة. وهو ده لحد النهاردة، لان ربنا اما جه عشان يحررنا من اسر الشيطان ومن حيل ابليس، كل من يفعل الخطية فهو ايه؟ عبد للخطية. كل واحد بيعمل خطية حتى لو كذبة صغيرة تبص تلاقيه مش قادر يبطلها. ليه؟ لانه اصبح عبد ليها. كل عادة رضية بتبتدي في حياة الانسان ممكن بمرة وبعدين ما يقدرش يسيبها بالمرة. ليه؟ لان بتتسلط عليه، بتاخد القوة عليه. ممكن الكلام البطال، ممكن النميمة ومسك السيرة، ممكن الإدانة، ممكن أي زلة صغيرة تبص تلاقيها تتسيد على الإنسان إذا أطاوعها وما تمسكش بربنا. فهنا ربنا بيقول كده: جئت لتكون لكم حياة ويكون لكم أفضل. مش عشان تتزلوا في الخطية وتبعدوا عني، ولكن عشان تنعموا بحرية مجد أولاد الله. الله جاي عشان يحررنا، فإن كنا اتزلينا في بعض الخطايا فبنقول لها كده: لا تشمتي بي عدوتي لأني إن سقطت. ليه؟ لأن هو هدف الشيطان إن إحنا بعد ما نقع في الخطية يتفرس فينا ويقول: أهو أهي صهيون، أهي اتدنست أهو. لا، إحنا بنقول له: لا، نعمة ربنا هي اللي هتقوينا، وهنتمسك باسم المسيح في دينا عشان يكون لنا النصرة باسمه إذا تمسكنا بيه. وهم لا يعرفون أفكار الرب ولا يفهمون قصده، إنه قد جمعهم كحزم إلى البيدر. يعني مجموعة الأمم اللي تجمعوا عشان يذلوا في إسرائيل، ربنا عملهم حزم وجمعهم في البيدر، يعني المخزن. عشان الهدف ايه بقى؟ يقول للصهيون: قومي دوسي يا بنت صهيون، لاني اجعل قرنك حديدا واظلافك اجعلها نحاسا، فتسحقين شعوبا كثيرين، واحرم غنيمتهم للرب وثروتهم لسيد كل الارض. الجزء ده يعني ان الامم اللي اجتمعوا حواليك دول، ده انا عملتهم حزم. عارفين المثل بتاع زوان الحقل؟ اما جه اتزرع زوان مع الحنطه، جم العبيد بيقولوا لسيدهم، بيقولوا له: ده في انسان شرير حط زوان مع الحنطه، تحب ان احنا نجمع نقطع الزوان؟ قال لهم: لا، لحسن تشيلوا معاه ايه؟ الحنطه. استنوا ساعه الحصاد، يقول لك اخذ الحنطه وحطها على جنب، والزوان عملوا ايه؟ حزم. الحزم دي عشان يعمل فيها ايه؟ عشان تحرق بنار لا تطفئ. كمان يقول: قومي دوسي يا بنت صهيون، لاني اجعل قرنك حديدا. القرن ده الوسيله اللي بيدافع بيها الحيوان عن نفسه، وبيتميز بالقوه، فيبقى مش بس قوه القوه العاديه بتاعت القرن بتاع الحيوان العادي، لا، ده كمان هيكون ايه؟ حديدا. واظلافك اجعلها نحاسا، يعني الحوافر بتاعتك هتبقى زي النحاس الشديد. فتسحقين شعوبا كثيرين. فعلا شعب اسرائيل لما كانت قوه ربنا معاهم ما كانش حد يقدر عليهم. لكن امتى اتغلبوا؟ فاكرين اللي حصل مع يشوع؟ دخل قرية اسمها عاي صغيرة كده عشان يحاول ان هو يهزمها، فخد 3000 عسكري كده من لان مش محتاج كل الجيش، لانها قرية صغيرة. اول ما دخلوا القرية تهزموا، فوقف يصرخ قدام ربنا بيقول له: انا ليه تهزمت قدام القرية الصغيرة دي؟ ليه ما كنتش معانا زي المرة اللي فاتت؟ قال له: لان في وسطك حرام يا اسرائيل. فتش وقعد عبال ما عرف ان في واحد اخذ سوارين واخذ لسان ذهب واخذ مش عارف ايه ودفنهم عنده في الخيمه، طلعوه عخان ابن كرمي ده وراحوا عملوا فيه ايه؟ قال له: طب نعمل فيه ايه يا رب؟ قال له: طالما ان هو اهتم بالتراب ارجموه يبقى تحت ايه؟ التراب. وعشان كده اما تابوا عن الخطيه رجع ربنا وبقى ايه؟ وسطهم. فهم كانوا ابتدوا يعرفوا إنما يكون الرب معنا فمن علينا؟
طيب انت دلوقتي بعد ما سبت نفسك للشر وعشت في الاسم والخطية ملكت عليك، ان ما كنتش ترجع وتتمسك بنعمة ربنا اللي تسندك وتقومك بتوبتك واعترافك ورجوعك لربنا، يفضل الشر هو ايه اللي بيسود عليك. طب واذا تمسكت بربنا يجعل قرنك الحديد واظلافك النحاس، يبقى هتدوس على كل حاجة اتعززت عليك. وعشان كده عارفين الترنيمة كده ما بنقول بعز يا نفسي ايه دوسي على كل طيب، والنفس الشبعانة هتدوس على العسل، مش هتفرق معاها ان كانت حاجة تفرح في العالم، لان اصبح عندي حرية مجد اولاد الله. بيقول لنا كده لا تتخذوا لكم الحرية كستار للشر، عشان ساعات الواحد يقول انا حر اعمل اللي انا عايزه. لا، حر تعمل اللي ربنا طلبه منك. عارف تعمل اللي ربنا طلبه منك بحرية؟ يعني عارف تحيا من دلوقتي للحياة الأبدية، ولا لسه الساعة هي اللي ملكاك، والمادة هي اللي حكماك، والرغبات هي اللي لهياك، والشهوات هي اللي مغرقاك؟ لا، لازم نرجع. يقول لك كده ارجعوا إلي أرجع إيه إليكم. وعشان كده قومي دوسي يا بنت صهيون، أجعل قرنك حديدا وأظلافك نحاس. عايز أخد بس حتة صغيرة كده معلش نهتم بيها. وهم لا يعرفون أفكار الرب ولا يفهمون قصده. ساعات كتير الواحد بيحس إن هو مكسوف وهو واقف قدام ربنا، بيقول له أنا فعلا يا رب أنا مش عارف فكرك ولا فاهم أنت تقصد إيه. بس الأحسن إن إحنا نلجأ لربنا بضعفنا ونطلب منه، نقول له يا رب مين عرف فكرك ومن صار لك مشيرا، لأنه من كما علت السماء على الأرض هكذا تعالت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. ولكن الله يعلن سره لخائفيه. يعني إنسان بيخاف ربنا وحاطط في قلبه إن هو مش عايز حاجة تبعده عن السماء، ربنا بيعلن له إرادته ويعرفه الصح من الغلط، ويعرفه الخير من الشر، ويحط قدامه في سبيله الآيات اللي بتوجهه وتنصحه وترشده، ويقول له كده أعلمك الطريقة التي تسلكها، أنصحك وتفضل عيني عليك، هجعل سراج لرجلك كلامي ونور لسبلي. يبقى الواحد حاطط دايما كلمة ربنا قدام عينه عشان يفضل مركز فيها ويحفظ فيها، ويقول له يا رب أنا محتاج إن أنا أمشي بحسب فكرك. لدرجة واحد زي بولس الرسول يفتخر كده، مش بيفتخر متعظم يعني، يقول ده احنا أحسن حاجة فينا إن أصبح لينا فكر المسيح، أصبح فكره زي المسيح. وهم لا يعرفون أفكار الرب ولا يفهمون قصده. واحد يجي يقول لك انا فهمت قصد ربنا من الموضوع ده ايه. قصد ربنا ان احنا بدل ما الدنيا تلهينا نحط الكمامه ونعيش شويه مع فدينا، ممكن بدل ما انا عمال اتكلم في الفاضي والمليان. لا، ده في ايه كده بيقول خذ لنا كمامه، يعني لازم الواحد ايه يحافظ على الكلمة اللي تطلع من لسانه وعلى النفس اللي يخش ليه. إذا كنا بنعرف فكر ربنا، واحد يقول له أنا فهمت من فكر ربنا إن ممكن أحداث تكون بتحصل قدام عيني عشان أفهم منها. فاكرين في واحد من القديسين كده كان لما دخل الدير كان هو ابن عز قوي، كان معلم أولاد ملوك، يعني حاجة كده ابن عز. بعدين لما دخل ابتدى يكون في الدير في المجمع، فابتدوا يجيبوا فولة بيضة وفولة مسوسة، يجي سايب الحاجة الوحشة على جنب ويأكل الحاجة الايه الكويسة. فجي أمين الدير قال له لا احنا عايزين نعلم الأخ أرساني ده تعليم، فابتدي انت افرز كده زيه الفولة من الفولة وانا معدي. فهو بيعدي لقاه كده بيفرز الفول، راح عمل ايه؟ لضمه بالقلم. وبعدين يرفع عينه أرساني يقول الألم ده كان المفروض ايه عليا انا. اذا كان واحد مننا وقع تحت تأديب
أو وقع تحت فراق مفاجئ أو وقع تحت ضائقة أو في أي حاجة، مجايز دي تكون عظة لينا. مجايز الألم جاي لك وانت اللي ما خدتش بالك. حاول تفهم فكر ربنا وحاول تفهم قصده. قصده دايما خير ليك وللي حواليك، عمره ما كان قصده ان هو يذل فيك او يتعبك او يبعدك. وعشان كده مهم جدا ان احنا حتى في كل ضعفنا نرفع عينينا ناحية السماء، نقول له يا رب حتى لو انا ما فهمتش صرت كبهيم عندك، بس المهم ايه؟ ولكني معك كل حين. ربنا يدلنا ان احنا نفهم قصده ونفهم مشيئته ونقرب منه ونعرف بخبرات الاباء الاولين ازاي سلكوا معاه، لانه قال لنا كده ان لم تعرفي ان تجي ايتها الجميله بالنساء فتعالي على اثار الغنم. الناس اللي سبقونا للسماء وحبوا ربنا وفرحوا بيه وتعزوا ان هم ما عرفوا طريقه وفهموا قصده كان ليهم كل الخير وكل الفرح. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن. المرة الجاية نبتدي في الإصحاح الخامس إن شاء الله. نحيانا الرب وعشنا.